وستو بس ستو بس وسبيب سم وسكر والعتاد ستو. يا سلام هدوء وراحة بال. ولا لون الزرع، لون الزرع الأصفر الجميل اللي يرد الروح. لا عدم سيارات بقى ولا مظاهرات ولا كلاكسات بتاعت ميكروباصات. حلاوة سلسلة لو سمحت ما تقولش عليه حمار. خلاص خلاص ولا مش خلاص؟ راجل انت ما حدش مالي عليك ولا ايه؟ ايوه حمار، ما انت فاكر نفسك راجل ايه همر؟ ايه ده، انا زفت الوس ده فين قبل كده؟ دي الفنانه بوسي. بوسي؟ بوسي اول مصحف ده. يا بوسي يا خبر اسود، ده انا معجب بيكي خالص. وحاطط ايده، يا حاطط ايده فين؟ مش عارف. حاطط ايده، قولي بس مش عارف. لا الجمهور اصلا عايز يعرف اللغز ده، حاطط ايده فين؟ ده تحكي لنا في المحكي. والنبي صوره، والنبي صوره صوره. وحتى صوره ايه يا عم؟ عدينا عندنا شغل، حرام عليك. انا في ملك مثل المفروض تبقى فنانه متواضعه متوازيه. صوره وقولي لذيذ عشان خاطر تبان الضحك. لذيذ ايه بس؟ قول كده لذيذ. اهو لذيذ. ايوه. ايه يا عيال؟ ايه؟ الله في ايه؟ بقول لك ايه؟ بص معجب بالمصحف. معجب؟ اه معجب. انا عضيتك من زفتك. شفتي؟ ما عضيتكيش من زفتك. خلاص. بقول لك ايه؟ يلا نطلع ودوس حماره ده. جايبالي لباني يسوق السيارة. أعوذ بالله. يا خسارة يا فن. خلاص خلاص الفن باظ. يا عم ارحم سبابي بقى، أنا خلاص. أنت واخدني من صباحية الصبح لحد بالليل وما بتنطقش حرف، أسألك ما بتتكلمش. أنت موجود ولا مش موجود؟ ولا أنا بحلم؟ الله. بتكلم وأنت ما بتردش. أنا مش عارف أنت موجود ولا مش موجود. سايفني بقى مش سايفني؟ ده بلاغ ببلغهولك. انصرف انصرف، روح لحالك بقى بجد. سنانك دي خلتني يا راجل. بوسك زي الربوت الغفير ده. مساء الخير يا سطره. مساء النور. ما تعرفيش بيت الحاج هلال فين؟ تاني بيت على ايدك اليمين اللي هي يمه دي، يمه الفرح. يمه الفرح؟ ايوه. طب وانت ليه يا حبيبتي بتلعبيش معاهم السغمايه؟ انا مش عاوز العب. ليه؟ ماني هتجوز. يا حبيبتي ما انت لازم تتجوزي. ما اي بنوته درنطوطه مسيره تكبر وتبقى كبيره عروسه طويله قبل كده وتتجوز وتخلف صبيان وتبات ونبات وكده. بس انت لسه درنطوطه. انت اسمك ايه؟ اني عزه. انت من مصر مش كده؟ عرفت ازاي؟ يا ما شاء الله ما شاء الله، سطوره خالص انت يا عزه. قلت لي البيت فين بتاع مهلال؟ ايه؟ ما قلناه. تاني بيت على ايدك اليمين يمة الفارق. الله. مساء الخير. مساء النور. من ده بيت الحاج هلال؟ هو ده بيت الحاج هلال. طب لو كنت عاوزه في الصفار. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. حاج هلال. ايوه. يا الف اهلا وسهلا، يا الف اهلا وسهلا. يا 7 مليون مرحبا. 7 مليون مرحبا. يبقى انت خلاص بقى، انت اللي عليك العين والنني. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انت نورت. الشربات يا اولاد، الشربات. اتفضل اقعد. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج هلال. بقى هلا هلا على الجد. ايوه. والجد هلا هلا عليه. مظبوط. خلاص خلاص بقى. الامانه اللي شايلها للحاج اديلها سنه، واني الاوان انه ياخدها. ونعم الكلام. تاني هان إن فضلت محافظ عليه، ومن حقي إن آخد التمن اللي يريحني. وأديك شايف العيشة واللي إحنا عايشينها. وأنا عندي كلامك يا عم هلال، أنت تؤمر. تعالى بقى عاجل واديني حقي وخد حقك. يا سلام على الأمانة والنزاهة والصرف. فعلا صدق اللي قال الفلاح صديق الإنسان. انما انتوا عندكم فرح هنا يا عم هلال؟ ايوه، ما هو الفرح ده معمول علشانك. يا خبر عزاني؟ ده لازم اعمل معاك الصح بقى. طب انت ما انت اللي
انا جن مثور. طب اوعى البحت لا تنزل تحت تقعد تتطور. يا بنت تهدي ما انت تقعد انا جن مثور. اضرب واكسر يا عم اسر. اضرب واكسر يا عم اسر. في النار ببايت ولا قلبي بايت. ايه ضربه بايت ولا قلبي بايت. ما هو ده النوع اللي انا عليه بدور. لا 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 الله. لا 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 ايه هو. لا 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 ايه هو. لا 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 السلك لمت يا فول مدمت. انا نفسي اغمت جعان حمود. سكلك يا هارتي فاعمررتي والنعمة ده انت تفاح وموت. السلك لمت يا فول مدمت. انا نفسي اغمت جعان حمود. سكلك يا هارتي فاعمررتي والنعمة ده انت قفص لمون. كمان فيخ الغفر لعبلك حظر تجول. وفصل لي كلمة حول اعملك حظر تجاول. وفصل لي كلمة حاول واقول لي اسقط نظامك واضربك بالعالم. اوعي لا ياما خفت الحقني دخت. لا ياما خفت الحقني دخت. ودايبة طحت محتاجة شوف خدي غرام وحب. خرزن محتاجة شوف غرام وحب وكارت شاح. لا خش في قلبي خش وحنلعب تحت الدوز. تهدي ما انت تقعد انا جن مفور. اضرب واكسر يا عم اصر. اضرب واكسر يا عم اصر. في النار ببايت ولا قلبي ميت. النار ببايت ولا قلبي ميت. ما هو ده النوع اللي انا علي بدور. يا البيضة فاهم خالص في ايه؟ يعني كله متنطط وعمال يرقص ويهيص وانت خلاص عايد وزك خالص؟ انت ايه مدي وزك اجازه النهارده؟ انت بتستعبط ولا ايه؟ انت زيك زي ايه ومتاجر اعراض؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لا استنى بقى، يعني ايه تاجر اعراض دي؟ لما واحد يتوسط في بيت بنت عندها 13 سنه لعجوز عنده 80 سنه ما هتعيش معاها قد ايه؟ 6 اشهر؟ سنه بكتيره؟ وبعدها يرميها بعيلها ويدور يشتري غيرها. عايزنا نسميك ايه؟ مش تاجر اعراض برضو ولا مصلح اجتماعي؟ انا عجبي على بنت رسمه على الهدوم لعبه. الف مبروك يا سهلان. الله يبارك فيك. ها التوكيلات جاهزه؟ التوكيلات جاهزه طبعا. كله قبض؟ وكله قبض. هي دي الأمانة اللي زمانها معتبر يا حاج هلال. فهمت أنا خلاص كده. يبقى نتكل على الله. نتكل على الله. لحظة واحدة يا حضرة المأذون. أنا بمثل على أحلى تجار. التجار الكبار اللي مصرفيننا. التجار اللي بيتاجروا في أحلى بضاعة. البنات الأوذي. ضناهم. ايه اللي حصل؟ تجوزوا ضناكم اللي سهرت عليهم الليالي وبناتكم اللي كنتوا عايزين خلاص تقولوا يا رب تبقى دكتوره يا رب تبقى مهندسه ديكور والبنت تكبر وتبقى ما شاء الله عندها 10 13 سنه وهم مجوزين على طول هوب تصدير واستيراد ومش مهم العريس شكله ايه انما المهم الكتمنص يبقى عالي. طالما الكتمنص عالي خلاص هو بالنسبه لهم الفرقه كعريس لأنه هو معذور
راجل هيفرغ طاقات وروح رميها بقى في قلب الجبل. راجع الله بيركو تاني. هقولها كلمه واحده بس ورزقي على الله. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. انتوا ناس وسخه.